وأسلم على سيد المرسلين سيدنا الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمسية الطيبة من أمسيات الوطن الجميل بدن الخير والعطاء. هذا البلد الطيب بأهله الكبير بقيادته الهاشمية وأرضه الطيب المعطاء. أيها الأخوة، نلتقي اليوم في الإدارة العامة للنادي الفيصل، هذا النادي العريق الذي أثرى المسيرة الرياضية في الوطن في الأردن. تعلمون ويعلم وصديقي الشيخ ابن الشيخ حبيب الشيخ بكر مالك العدوان، هذه العائلة الكريمة الطيبة من العشائر الأردنية التي نعتز ونفتخر بها ساهمت مساهمة طيبة وكريمة في أن يكون لهذا النادي الوجه المشرق، حيث قدمت هذه العشيرة الشيء الكثير لهذا النادي دعما معنويا وماديا ولا سهل. ولقد قضى الشيخ المرحوم سلطان ماجد العدوان وهو على رأس هذا النادي رعاية ودعما معنويا وماديا، وها هو اليوم يترك هذا الابن الطيب الكريم ليقود هذه المسيرة. الرياضة هي حضارة وهي ثقافة، وبالمقابل الفن أيضا حضارة وثقافة. أخي بكر، أسرك نادي الفيصل الرياضي الهيئة الإدارية، الأخوة والحضور الكرام، تعلمون ويعلم الجميع أن هناك سوء فهم قد حصل في السابق من قبل أحد المخرجين والفنانين وقناة فضائية قامت ببث كوميديا تتعلق بالرياضة والشأن الرياضي في المملكة الأردنية الهاشمية، ويبدو أن هناك مسيء فهم هذا الفن. وعلى الفور وحسب ما فهمت وعلم قامت القناة وقام المخرج وقام الممثل أو اللي قدم العرض الكوميدي بوقف هذه الحلقة فورا خوفا من إساءة الفهم، وحتى نحافظ على المسيرة الرياضية وحتى تبقى الرياضة في الأردن تعطي الوجه المشرق لهذا البلد. نعرف أن هناك تنافس شريف ما بين الأندية الرياضية، وهذه المنافسة موجودة بكل دول العالم وموجودة في كل بلدان الدنيا سواء داخل الدولة أو خارج الدولة، وهذا أمر طبيعي عندما يتصارع فريقان من أجل الوصول إلى الفوز. تحصل هذه المنافسة وتحصل الهتافات وتحصل التكتلات، أمر طبيعي، لكن هذا لا يرقى لا سمح الله إلى أن يضرب عصب وحدتنا الوطنية. نحن في هذا البلد نجتمع جميعا على الهوية الجامعة، نجتمع ونلتقي جميعا على تراب هذا الوطن الأردن، ونلتقي ونلتف حول قيادتنا الهاشمية المظفرة المعطاء التي قدمت الشيء الكثير لهذا الوطن. وكما تكلمت في بداية حديثي، الفن ثقافة ليثري المسيرة الوطنية، والرياضة أيضا ثقافة لتثري مسيرة الوطن، وحتى يكون الوطن ذا وجه مشرق. وأعتقد هذه الثقافات تساهم مساهمة فعالة على تماسك الوطن وتماسك أبناء الوطن، وأن يكون التنافس حرا شريفا، لا أن نتنافس
على ان نخرج وان نوظف بعض الغايات والاهداف لامور لا سمح الله سالبه تمس عصب وحدتنا الوطنيه. نادي الفيصلي، نادي الوحدات، نادي الحسين، نادي الرمثة، الجزيرة، الأهلي، هذه كلها أندية إحنا في الأردن نعتز ونفتخر بها وندعمها، ولكن الفوز لمن فاز، هذا الفوز نشاط وتدريب ورياضة، يعني هاي تتصارع كل نادي يحب أن يكون هو بالطليعة، وأي نادي يفوز للأردن هو الفوز للأردن والفوز الأردنيين حقيقة، لكن يعرف الجميع انه كل نادي له جمهوره الخاص فيه وكل نادي له محبين. انت اذا بدك تطلع على الشريحه الوطنيه الاردنيه تجد من ابناء الاردن من يشجع انديه اجنبيه في داخل الاسره الواحده، بتلاقي الاخ والاخت والابن والاب كل واحد بيشجع نادي عالمي معين لقناعته او لاعجابه بهذا النادي، فالموضوع موضوع انه انت معجب بهذا الشيء. والحمد لله احنا رياضتنا في الاردن لا سمح الله لا سمح الله لا ترقى الى ان نتخاصم ونفتن، لا بل هذه الرياضه تجمع ولا تفرق، والكوميديا والفن في الاردن يسخر حتى يعطي وجها مشرقا للاردن، حتى يحافظ على تراثنا وموروثنا وثقافتنا، وحتى نكون دائما وابدا مع بعضنا البعض الاخر. شيخنا الحبيب، شيخنا العزيز، أسرة نادي الفيصلي الرياضية، احنا نقدم كل الاعتذار عن سوء الفهم اللي حصل، وهذه القامات الأردنية وهذه الشعوب الأردنية وهذه الثقافات الأردنية كلهم أتوا اليوم كونهم محبين لهذا النادي ومعجبين لهذا النادي أيضا من باب الحرص على فن الرياضة. هؤلاء حريصين على ذلك. طبعا انا انابوني ان اتحدث عنهم ولست بخيارهم ولا افضل منهم ولا افصح منهم. فيهم قامات صحفيه قادره على ان تتكلم وتتحدث احسن مني، ولكن هكذا ارادوا وهكذا كان، واسمحوا لي اني انا انوب عنكم بالحديث. ف واستاذن الجميع اسمحوا لي ان اقدم والكوميدي وايضا باسم القناه، واعتقد انهم سبق وقدموا على صفحاتهم الفيسبوكية اعتذارات، نعتذر مرة ثانية ونتأسف لهذا النادي العريق عن سوء الفهم اللي حصل، واحنا جايين ومتأملين بهذه النخبة المستقبلة على رأسها شيخنا وحبيبنا وأخونا وعزيزنا وصديقنا الكبير فقط، انه نطوي هذه الصفحة ونبدأ صفحة جديدة في مسيرة الرياضة والرياضيين في أردننا، أردن الخير وأردن العطاء، وأسأل الله التوفيق لنا جميعا، أسأل الله أن يؤمننا في هذا الوطن ويبعد الشر ويبعد عنا الحاقدين والحاسدين، وأن يبقى جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الميمون حفظهم الله ورعاه على رؤوسنا في هذا البلد، وتستمر المسيرة مسيرة الخير والعطاء. طبتم وطاب مساءكم، و نتأمل كل الخير من أخوه وحبيبي وابن عم الغالي الله يرحمه بالفاتحة على روح المرحوم سلطان يعني. نادي الفيصلي، نادي الوطن، نادي جميع الأردنيين من شتى الأصول والموارد. لمن لا يعرف النادي الفيصلي، النادي الفيصلي هو أقدم مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية. النادي الفيصلي تأسس سنة 1932. كانت هناك مؤسسين من جميع العائلات الأردنية في ذلك الوقت، فلم يكن هناك لا شرق ولا غرب، ولم يكن هناك شركسي ولا أردني ولا مسيحي ولا مسلم، فبني على أساس الجمع بين أطياف المجتمع الأردني مين ما كان موجود في هذاك الحين. لذلك أنا بس بحب أوضح لأخونا عماد، بجوز عماد فراجين بجوز هو ما عنده الخلفية عن مؤسسة النادي الفيصلي.
دائما وابدا كانت رساله النادي الفيصلي هي توحيد الكلمه، رفع رايه الاردن عاليا في البطولات التي يشارك فيها، وكان بعيدا عن اي اتجاهات سواء سياسيه او اجتماعيه. احنا قضيه النادي الفيصلي بجوز هي قضيه رياضيه بحته، تطرق اليها اخونا عماد والمؤلف في حلقته. كنا نتمنى ان لا تكون، ولكن الفن له هدف وهدفه سامي، وانا بترجى اخوي عماد على مش شايفه انا بترجى في اعمالك المستقبليه ان تبتعد عن القضايا اللي ما فيها هدف معين. انت لك رساله بدك توصلها لكافه شرائح المجتمع، المتعلم، المثقف، الصغير قبل الكبير، عوايلنا وحده. احنا قبل ما يقسمنا الاستعمار كنا بلد واحد، عاداتنا عاداتكم، تقاليدنا تقاليدكم، هزة الفنجان عندنا وعندكم، شرب القهوة عندنا وعندكم. فإذا بتنتقد هزة الفنجان فأنت انتقادك عندك قبل ما عندك هو عندك. يا سيدي شرفنا كلنا، أهلا وسهلا فيكم. وأنا كمان أتكلم باسم أعضاء النادي الفيصلي، مجلس إدارة النادي الفيصلي وجماهير النادي الفيصلي، وعفى الله عنا وعفى باشا. واهلا وسهلا بالجميع. جزاك الله خير. الله يسلمك. الشيخ زي حظ حدا من الاخوان يشكر لك. مش